الاحتفال بمرور 10 سنوات على إنشاء بيت العيلة تحت شعار مع نبني مصر بدأ بمبادرة من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بعد زيارته لقداسة البابا شنودة البابا الإسكندرية للتعزية في ضحايا كنيسة القديسين عام 2011. بيت العيلة نظم احتفالية كبرى في قاعة المؤتمرات الأزهر بمناسبة مرور 10 سنوات اللي تحدثنا عنهم على إنشاء بيت العيلة المصري ده، وده بحضور فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب وغرست البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية. خلينا نتابع مع حضراتكم تفاصيل أكتر وأوفى عبر الهاتف مع الشيخ إسلام النواوي من علماء وزارة الأوقاف وأيضا القمص بطرس باستوروس مقرر مساعد لجنة الخطاب الديني ببيت العائلة عضو الأمانة العامة. أهلا بحضراتكم معنا فن. أهلا وسهلا بكم. يعني بداية بعد مرور 10 سنوات على إنشاء بيت العائلة، كيف ترى يعني عمله خلال تلك السنوات؟ الحقيقة أنا في البداية أحب أن أهنئ كل شعب مصر بمرور 10 سنوات على إنشاء هذه المؤسسة التي تجمع الأزهر الشريف مع الكنيسة المصرية، وأصبح إحدى مؤسسات الدولة والذي تأسس عام 2011 وله دور واضح جدا في تدعيم الأمن الفكري في مجتمعنا. فبيت العائلة يؤمن بأن الأمن الفكري هو بوابة الأمن بجميع جوانب الحياة، يعني يعتبر هو بمثابة الرأس للجسد، ولذلك عبر هذه السنوات الطويلة كان له دور فاعل ومؤثر في المجتمع في تقديم خطاب ديني مستنير، خطاب ديني يقبل الآخر. ومن ضمن أنشطة بيت العائلة المصرية أننا عملنا مشروع كبير تحت عنوان معا من أجل مصر، قامت به لجنة الخطاب الديني ببيت العائلة عبر ثلاث سنوات متوالية. والحقيقة هذا المشروع كان يجمع بين القادة المصريين من الكنيسة المصرية والأزهر الشريف تحت شعار لتعارفوا ولتعايشوا ولتعاونوا، وهذه اللقاءات والدورات التدريبية كانت تهدف إلى الأمن الفكري للمجتمع من خلال عقد ندوات ومحاضرات وورش عمل وحضور متخصصين على درجة عالية من الوعي الثقافي والفكري. وبلا شك كانوا بيختاروا حضرات الأئمة والشيوخ مع خصوص الكنائس من كافة أنحاء الجمهورية من الوجه البحري والوجه الإبني، واختيار حكيم من الأزهر الشريف والكنيسة، وكانوا بيختاروا أحيانا الأئمة والخصوص من الأماكن التي تعاني أحيانا من صراع طائفي.